بشكل جزئي عادت الحياة إلى المدارس هنا بعد أسبوعين من الإضراب التام للمدرسين عن العمل للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة منذ نحو عام. يأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين نقابة المعلمين وحكومة الإنقاذ على صرف نصف مرتباتهم الشهرية نقداً والنصف الآخر على هيئة سلع غذائية خلال شهر أكتوبر الجاري. نعد بأننا سنواصل معاً صرف هذه الاستحقاقات المالية بشكل طبيعي، وبرغم أن هناك مشكلات عامة لكن وضعت التربية والتعليم ضمن أولويات الوزارة وأمانة العاصمة والحكومة. المدرسون انقسموا بين متحمس لعودة الدراسة ومن أصر على الاستمرار في الإضراب لحين البدء بتسليم مرتباتهم فعليا. نشتي نوصل رسالة إن إحنا مع الإضراب، إحنا عنوقف التدريس، عنضرب داخل المدرسة إلى حين ما تصرفوا حقوقنا. عدنا لتعود الحياة، ومع ذلك سنستمر في مطالبة رواتبنا والتي حقهم من حقوقنا، فنطالب الحكومة من مؤتمر وأنصار بتوفير الرواتب لجميع موظفي الدولة وبالذات المعلمين والتربويين. الطلاب والطالبات الذين أسعدتهم العودة إلى مدارسهم لا يخفون الخشية من عدم استمرارية هذه العودة مع بقاء بعض المدرسين في حالة الإضراب. وإحنا نأمل بأنهم يعودوا إلينا بالمدرسة بحقوقهم وأن ندرس جميعا في ظل الوطن الحبيب. التعليم حق من حقوقنا، وإحنا ما نشيش التعليم يوقف، وإحنا بنساعد المعلمين ونساعد كلنا ونوقف يد واحدة على أساس التعليم ما يوقف. إحنا ما ندخلنا المعاش ما المعاش، إحنا نجي ندرس نكمل دراستنا لآخر السنة. النقص في الكتاب المدرسي معضلة أخرى تعيق انطلاقة العام الدراسي، مع عدم توفر ميزانية لطباعته لأكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يتوقع انضمامهم إلى المدارس هذا العام. الحلول الجزئية للمدرسين أتاحت العودة للطلاب إلى المدارس وإن بشكل جزئي في يومها الأول. العودة ستستمر، لكن الخشية من توقف التعليم مستقبلاً وذلك بسبب عدم التزام الحكومة بالإيفاء بما تعهدت به للمدرسين. مختار الشرفي، الحرة، صنعاء.